بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 79 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تكلم الشيخ رحمه الله في بيان أن بعض أهل العلم عندهم شيء من الحق، ولكنهم ينكرون ما زاد على ما عندهم ويحصرون الحق فيما هم عليه. فقال: قد كتبت قبل هذا الكلام في قرب العبد من ربه وذهابه إليه، وقرب الرب من عبده وتجلي الرب له وظهوره وما يعترف به المتفلسفة من ذلك، ثم المتكلمة، ثم أهل السنة. ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة لجهلهم وضلالهم، إذ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليها حسنة جيدة، لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليها، وذلك مثل إثبات المتفلسفة الواجب الوجود، وأن الروح غير البدن، وأنها باقية بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة، نعيما أو عذابا روحانيين. وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن والنفس الصالحة وغير الصالحة، كل ذلك حق، لكن زعمهم أن لا معنى للنصوص إلا ذلك، وأن لا حق وراء ذلك، وأن الجنة والنار عبارة عن ذلك، وإنما الوصف المذكور في الكتب الإلهية أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني، وأن الملائكة والجن هي أعراض وهي قوى النفس الصالحة والفاسدة، وأن الروح لا تتحرك وإنما ينكشف له حقائق الكون فيكون ذلك قربها إلى الله، وأن معرج النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا الباب، وهذا النفي والتكذيب كفر. وكذلك ما يثبته المتكلمة من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة التي يظهر فيها نور الرب كالسماوات والمساجد، كذلك الملائكة، وهذا صحيح، لكن دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله وأن الله ليس على العرش فهذا باطل، وإنما الصواب إثبات ذلك، وإثبات ما جاءت به النصوص أيضا من قرب العبد إلى ربه وتجلي الرب لعباده بكشف الحجب المتصلة بهم والمنفصلة عنهم، وأن القرب والتجلي فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له، وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. قد تكلمت في دنو الرب وقربه وما فيه من النزاع بين أهل السنة، ثم بعض المتسننة والجهال إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحق قد يفرون من التصديق به، وإن كان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته، بل الجميع صحيح. وربما كان الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه النزاع، إذ ذلك أظهر وأبين وهو أصل للمتنازع فيه، فيجعل بعض الفتنة في نوع تكذيب ونفي حال واعتقاد كحال المبتدعة، فيبقى الفريقان في بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص. وسبب ذلك أن قلوب المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة، وفيهم نفرة عن قول المبتدعة بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له، فيعرضون عما يثبتونه من الحق أو ينفرون منه أو يكذبون به، كما قد يصير بعض جهال المتسننة في إعراض عن بعض فضائل علي وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون فيهم، بل بعض المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى، حتى يحكى عن قوم من الجهال أنهم ربما شتموا المسيح إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب، وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا عليا كما سبوا عتيقكم، يعني أبا بكر،
كفر بكفر وإيمان بإيمان. ومثال ذلك في باب الصفات أن العبد إذا عرف ربه وأحبه، بل لو عرف الله وأحبه وتألهه يبقى ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان، وقد تقوى به شدة الوجد والمحبة والتعظيم حتى يستغرق به ويفنى به عن نفسه. كما قيل إن رجلا كان يحب آخر فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه خلفه فقال أنا وقعت، فما الذي أوقعك؟ فقال غبت بك عني حتى ظننت أنك أني. وهذا كما قيل مثالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. ولقوة الاتصال زعم بعض الناس أن العالم والعارف يتحد بالمعلوم المعروف، وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب، وهذا إما غلط وإما توسع في العبارة، فإنه نوع اتحاد، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن المعروف المحبوب في قلب العارف المحب له أحكام له أحكام وأخبار صادقة، كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجل لا يزول عنها، يقر به كل أحد، لكن أهل السنة يقرون بكثير مما لا يعرفه المبتدعة، كما يقرون باستوائه على العرش، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: أي ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، فقد أخبر أنه عند عبده وجعل مرضه مرضه. والإنسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لأمير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكره وموافقته في أقواله وأعماله، فيقال إن أحدهما الآخر، كما يقال أبو يوسف أبو يوسف أبو حنيفة، إلى أن قال رحمه الله: فهذا القدر لا يخالف عاقل في أنه أمر وهذا القدر لا يخالف عاقل فإنه أمر محسوس مدرك، وهو أقل مراتب الإقرار بالله، بل الإقرار بوجود أي شيء كان، وأقل مراتب عبادته ومحبته والتقرب إليه. ثم مع ذلك هل يتحرك القلب والروح العارفة المحبة أم لا حركة لها إلا مجرد التحول من صفة إلى صفة؟ الأول مذهب عامة المسلمين وجمهور الخلق، والثاني قول المتفلسفة ومن اتبعهم، إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارجه، ولا تتحرك ولا تسكن. أما الجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب المطلوب كائنا من كان، إلى أن قال رحمه الله: وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب فلا يقر به من كذب بأن الله فوق العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية الذين كان السلف يكفرونهم ويرون بدعتهم أشد البدع، ومنهم من يراهم خارجين من 72 فرقة، مثل من قال إنه في كل مكان وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن عموم المسلمين وسلف الأمة وأهل السنة من جميع الطوائف تقر بذلك، فيكون العبد متقربا بحركة روحه وبدنه إلى ربه، مع إثباتهم أيضا التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة، وإثباتهم أيضا تحول روحه من حال إلى حال. فالأول مثل معراج النبي صلى الله عليه وسلم وعروج روح العبد إلى ربه وقربه من ربه في السجود وغير ذلك، والثاني مثل الحج إلى بيته وقصده في المساجد، والثالث مثل ذكره ودعائه ومحبته وعبادته وهو في بيته. لكن في هذين يقرون أيضا بقرب الروح أيضا إلى الله نفسه، فيجمعون بين الأنواع كلها. وبهذا القدر نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.